من أسئلتها تقول: يا فضيلة الشيخ، أنا لا أحب أن تفوتني الرواتب والسنن خاصة قبل الظهر والعصر، وأحيانا أتأخر عن وقت الصلاة قليلا، فيكون الناس قد بدأوا يصلون في المساجد أو أنهم خرجوا من الصلاة، فهل يبقى وقت الراتبة أصليها بحكم أنني امرأة ليس لي جماعة؟ نعم، يبقى وقت الراتبة عليك، فتصلين الراتبة القبلية من قبل الظهر، ثم تصلين الظهر لأنك ليس لك علاقة بجماعة الرجال وصلاة الرجال، فتصلين الراتبة أولا ثم تصلين الظهر ثم تصلين الراتبة التي بعدها. نعم.